من هر مرقى بصول يا صاحبي هيك ما عزيز علي ما بمرق لك طب دهر معلش احتجر لك الواط حر والواط صيام لكن اتيقن بالفضل ما عثرت عليه في الحرقة يعني في الشهر انا افطر ولا شنو يا ود الفضل ما تخلي بالليل بعد التراويح خلي بالليل بعد العشاء خلي بعد السحور يا اخي مارقني في الهجيرة دي ما مشكلة توكل على الله ومش عليه ود الفضل وشوفوا دايرني فوق شنو بسم الله يا رمضان يا صايم سلام ود الفضل هلا 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 مات والله اكرم الله كيف الاخبار انك شاء الله تمام تمام الحمد لله عافيه جبت في الهجيره دي والله حر حر لكن برضو صايمين وعطشانين وجعانين لكن غلاوتك عندنا تخلينا نجي في مطره اه والله الموضوع انا دارك فيه والله ما هين هذا الفضل انت ما اقزر مقصر مع زول في حله بحاجه الله يا انت طبعا عارف انك انت الوحيد في الحله دي المسلغف هاي مسلغف سلغف ولا لا تقطع ما في زول غيرك بعرفه بس أي أنا تعلمت عشانكم أي وأها وأنا دارك والله في غرد أبشر أنا والله عندي ولدي صغير طاهر ده بتعرفه بعرفه طاهر شو تجنه مراسيل بس يا ويف طاهر مراسيل لا أها أنا دار أجيب له لاكتوك أبشر الظروف ما معروف يمكن تقوم حرابة ولا تقوم يعني يتعلم تفهم خجمك اللاكتوك حرابة يتقال له مسدس لا بعرف ما اللاكتوك ده عامل مسدس استزغاف 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 شخصي حما بوريه كان جاي ها اي بوريه بينفع والله بينفع اي كان جاي حرام الليله بالليله كان ذاته جناين كذي ما عنده استزغاف في اللاكتوك ده ما في داعي قرايته اي واهم حاجه ركز لي في الباسوير لا لا اي سامع عندك كثير الباسوير ده اهم شيء تعلمه لي هو جوجل وكم ها متفزبك عنده خاش في الفيسبوك هاته ده هو ولدك الطاهر ده عنده فيسبوك من قبل والله ما عرضت على دكتور قريب لكن ما اظن يعني ده اول علام له ها انت في ده هاي في اللاكتوب هاي لا في اللاكتوب ده والله هو ما بعرفه انا ما جايبك فيه عشان شنو انا ده عنده خبره سابقه لا ما عنده اول مره خبره البهم ديل والبقر والبقر لا علم ولاك علام في اللاكتوب ده يبقى ثقافة عالية ثاني شفت البقره دي ينقال اوه يخش علام بين جوجل اخش على وين؟ بالجهاز يعني البرمجة اللي بتعلمها من هنا. العليقة جديدة دي والله. النعجة دي انقالت باع. بخش على بالماسنجر. ثقافته بتكون ثقافة انترنتية. سمح. سمح يعني بتعلم. بتعلم ما عنده مشكلة بس آه. وين واسع؟ قاعد في البيت؟ قاعد هاي قاعد ارسل لك هسه نمارك كذا لكن بتاخذ كم القصة دي؟ كم يوم كذا؟ يعني ما على حسب نظافة مخه. ها؟ بيشرب لبن صباح ومساء؟ والله هي مخه نظيف؟ لا بيشرب اه هذول والله مخه. هذول والله مخه. قلنا بيت دبلان ابيض مخو هاي هذا والله مخو نظيف مخو نظيف لكن بس عليك الله سريع لا لا اسع لي اسع انا كمان اقول لك كلام هاي اسع جاهز اسع من اسع جاهز لي عشان انت ذاتك هاي عشان اوضى الفضل تقول هاي ود حماده جاهز جاهزه اصلا ما جاهزه بس عليك الله الاجل واحد عندي ابشر ده ما يعوق ولا طقو كهرباء ولا يجي مصيبه اصلا كهربته ما بيجي وابشر بالخير آه. ولدك يتعلم ويستغف كده آه. مش لك ليه لندن اه والله مراد الفيو دي بس عليك الله اللي انا بعرفه فايسورات ولا فايروس لا فايروس اي بس شفت لا عليك الله جينا ده واحد لا لا ابشر ابقى 10 طيب مش تجي تلقى علم علام جد هاي آه عليك ابشر بالخير الله يكتب بس انا خشيت في الله يكتب الله يديك العافيه الله يلاقين ما شاء الله ثقافه ثقافه نرسل لك هاي الطاهر سقافة ظلم الطاهر انا ولا فاس هيا طاهر ده السعوديني مشتغل ليه هو يتعلم في يومين بس شان حاجة فضل الله طاهر كويس فاطر انت هاي هذا رمضان ده انت ما حاسبه ما تتطوع مالك ولا انت صغير لكن يا اخي اتطوع صوم لحد 12 بالظهر ها؟ هاي والرغيف هذه بلديه ولا مستورده؟ مستورده ما شاء الله ما شاء الله ظهر علي في 17 ما شاء الله ما شاء الله وكل واحد بالراحه بالراحه انت ما تقجم قجيم وكل حبه حبه طاهر هاي شريط اللبن هذا صباح؟ هاي لكن ما تمدخ كذي ساي المدخ كذي بضيع ساي حقوم كذي بيتجرح يعني زول لما يكون شايل رغيف بركز ما تقرض قريب
هيقطع هوبر هوبر بالراحة مالك انت امسكها بيدك دي كمان هاي يدك دي وجعتك محشية شنو؟ طحنية ما شاء الله طحنية ظاهر على طحنية ثانية ما شاء الله اقجمه بيجاي اقجمه بيجاي خلي ازور خلي ادعي ادعي عمك ده ادعي ادعي الحماد ده انت عارف اللي في العزور طحنية سمحة خلاص اها ده شنو الحماد؟ اها انت ازور ما صايم؟ كيف ما صايم؟ لكن قلت اول حاجة اعلمه الاكل زي ما بعرف ياكل يتعلم الانترنت كيفين؟